كلنا حلمنا وطوال السنوات ببشرة ناعمة حريرية، لكن معظم طرق إزالة الشعر تسبب لنا الألم أو الفوضى وأحيانا المخاطر، والنتائج لم تكن مرة كاملة. كل هذا صار الآن من الماضي. ما هو الجزء المزعج في اهتمامك بجمالك؟ استعمال الشمع. الشفرة مزعجة، ضرورة نزع الشعر المتكرر. الشمع. إن كنت تتحملين مصاريف صالون تجميل، أيها تختارين؟ إزالة الشعر بالليزر بالتأكيد. إزالة الشعر بالليزر فوق شفتي. معالجة خط البيكيني. معالجة مشكلة الشعر بالليزر. ريو هو الأول الذي يقدم إزالة الشعر المنزلية بالليزر، وداعا للجلسات المكلفة في صالونات التجميل صارت هذه التقنية المتطورة متوفرة لكل إنسان في منزله. مرحبا، أنا كارن أسكو. الحصول على بشرة نظيفة ناعمة لك ولغيرك وللشريك هو مفتاح الجمال والصحة والثقة بالنفس للرجال، ولكن بالأخص للنساء. يعتبر غالباً إغفالاً للنظافة وجود شعر في أماكن غير مرغوب فيها. حتى الآن كان لديكم أعذار كثيرة لعدم امتلاك بشرة ناعمة كل يوم. الكلفة باهظة والأمر يتطلب وقتاً طويلاً ويجب تكراره باستمرار، لكن بعد الآن لا عذر لكم مع مزيل الشعر سالون ليزر. ترغبون في بشرة ناعمة من دون شعر؟ إن منتج سالون ليزر يمنحكم هذا. إنه فعال للغاية وآمن وبمتناول الجميع الآن. احملوا سالون ليزر معكم إلى المنزل ودعوه يبدل كل حياتكم. من أجل تقييم تقنية ليزر، من المهم أن نفهم كيفية عمله. يرسل الليزر شعاع نور بدقة الإبرة لإصابة جذر الشعرة. البشرة بحد ذاتها شفافة أمام نور الليزر، فيما الشعرة تحتوي على الميلانين التي تمتص طاقة الليزر، ما يجعلها تسخن بسرعة ما يدمر الخلية المسؤولة على نمو الشعرة، وخلال 4 ثوان فقط تتم المعالجة. إن علاج الليزر فعال أكثر من مرحلة نمو الشعرة، ومن أجل معالجة كل الشعر في مرحلة نموه نحتاج إلى عدة جلسات. هذا يصح حين تتلقون العلاج في صالون أو في المنزل. كانت إزالة الشعر بالليزر ممكنة فقط من خلال آلات كبيرة تكلف الآلاف. مع صالون ليزر تحصلون على طول موجة الليزر نفسها كما في الآلات الكبيرة المكلفة. هذه بالفعل ثورة حقيقية. ألق نظرة على هذه الصور قبل وبعد العلاج. سيختفي الشعر فوق الشفاه، وبفضل صالون ليزر سوف يختفي الشعر عن اليدين. ستعالجون كل شعرة غير مرغوب فيها في الصدر، في الساقين، وأيضا في الركبتين والكتفين والعنق. مع صالون ليزر سوف تختفي مشكلة الشعر الزائد. بواسطة الشمع ينمو الشعر مجدداً 100%، وبواسطة الحلاقة ينمو الشعر 100% مجدداً أيضاً. فقط مع مزيل الشعر صالون ليزر تحصلون على تناقص دائم للشعر. إن ريو صالون ليزر يوشك أن يؤمن للعالم أفضل تقنية ليزر. هذا الجهاز سيعطيكم أخيراً البشرة الناعمة الملساء التي طالما سعيتم إليها. استعماله سهل. الوضع المثالي يكون حين ترتفع الشعرة عن الجلد. بالنسبة إلى الشعر الطويل أو القاسي، من المفضل حلاقته قبل 2 من العلاج للحصول على نتائج أفضل. لنتيجة فعالة لا تستعمل أي مزيل شعر آخر. تخلص من آلات الحلاقة والملاقط والشمع. مع صالون ليزر بعد ضبط القوة بحسب نوعية بشرتكم، تركزون الرأس إلى الشعر وتضغطون الزر. حين يتحول النور الأبيض إلى برتقالي تنتقلون إلى الشعرة التالية خلال 4 ثوان فقط. كنت أعاني من مشكلة محرجة من شعر الوجه، كان لي شريبان ووجدت هذا الجهاز واستعملته، واستعماله كان سهلا جدا على وجهي. أنا لم أعد أعاني من مشكلة شعر الوجه. إنه منتج رائع، والآن أشعر بالثقة بالنفس. في الماضي كنت أستعمل الشمع أو آلة الحلاقة، وكنت أعاني من تقرح الجلد والانزعاج، لكن منذ أن اشتريت صالون ليزر أصبح الأمر رائعاً. لا حرارة، لا احمرار، وساقاي ناعمتان جداً. شعر ساقاي بات الآن ذكرى مزعجة. صالون ليزر غير حياتي، تخلصت من الشعر بشكل نهائي، إنه رائع، كما أن زوجي لم يعد يشتكي أبداً. بدأت صديقاتي باستعماله وكلهن سعيدات. ريو صالون ليزر يجعل إزالة الشعر بالليزر بمتناول الجميع. هذه الآلة سهلة الاستعمال صارت متوافرة لكم بثمن لا يصدق. هذا هو الحل الوحيد لإزالة الشعر. إزالة الشعر بالليزر تكون عادة متوفرة فقط في الصالونات المكلفة، وها هي الآن بين أيديكم. احصلوا على البشرة الناعمة التي تريدونها. لماذا الانتظار؟
الآن بشرتي نضرة في كل الأوقات. لقد غير ريو سالون ليزر حياة آلاف الأشخاص حتى الآن. إن إزالة الشعر كانت سابقاً متوفرة فقط كعلاج مكلف في الصالونات، لكن هذا الجهاز الرائع يعطيكم نتائج الليزر في المنزل وبسعر زهيد جداً. اليوم ستحصلون على هذا العلاج الحصري في منزلكم، وسترون النتائج سوف تذهلكم. هذه هي ثورة حقيقية. إن ريو سالون ليزر جهاز عالي التقنية يجعل العلاج بالليزر متوافراً في المنزل للمرة الأولى. التجارب السريرية أثبتت فعالية ريو سالون ليزر وجعل معالجة الشعر بالليزر متوفرة للأفراد في منازلهم مقابل سعر لا يضاهى. اكتشفوا النتائج المذهلة لمزيل الشعر بالليزر. ريو سالون ليزر يغير حياتكم. رميت بكل الكريمات وآلات الحلاقة. ريو سالون ليزر يؤمن النتائج التي يدعيها. لقد تم اختباره من قبل يوروديرم، وهو مختبر متطور في إنجلترا متخصص بدراسة علاجات البشرة. بعد اختبار المنتج أثبتوا أن ريو سالون ليزر يؤمن تناقصاً دائماً بالشعر. كانت النتائج سهلة الرؤية، فقد اختفى الشعر في المناطق المعالجة. سالون ليزر مذهل، لم يعد عندي شعر أبداً. لا تقنية أكثر تطوراً من مزيل الشعر ريو سالون ليزر. لم تعد إزالة الشعر بالليزر مقتصرة على الصالونات. لماذا تدفعون ثروات مقابل خدمات الصالونات حين تستطيعون الحصول على هذه التقنية في منازلكم؟ اختاروا ريو سالون ليزر اليوم. ريو سالون ليزر هو منتج آمن. وللذين يرغبون دائماً في المزيد، اكتشفوا سكانينج سالون ليزر، وهو شبيه بجهاز ريو سالون ليزر لكنه يعالج مجموعة من الشعر كل مرة. الليزر يتفحص منطقة واسعة ويعالج الكثير من الشعيرات مرة واحدة. سكانينج سالون ليزر هو بمثابة قطعة فريدة في المنزل، وبثمن يرتفع قليلاً فقط تحصلون على نتائج أسرع بكثير. للطلب والاستعلام، إن تقنية الليزر المتطورة جداً تسمح لكم بإزالة الشعر المتنامي. تعرف العملية بتعبير فوتوثيرموليسز، وهي استخدام للطاقة من الليزر لتدمير بصلة الشعر، وتحتاج إلى 4 ثوان فقط. إن الجهاز المتطور بأكمله يأتي في علبة سهلة الحمل. الأمان الآن هو الأولوية. مفتاح وأربعة أرقام تمنع أي شخص غيركم من استعماله. مع شعاع ليزر قوي لا يشكل سالون ليزر أي خطر. مع سالون ليزر بإمكانكم أن تطمئنوا. إنه الطريقة الوحيدة للحصول على إزالة شعر دائمة في حميمية منزلكم. ألقوا نظرة على هذه الصور قبل وبعد العلاج. سيختفي الشعر فوق الشفاه، وبفضل سالون ليزر سوف يختفي الشعر عن اليدين. ستعالجون كل شعرة غير مرغوب فيها في الصدر، في الساقين، وأيضاً في الركبتين والكتفين والعنق. مع سالون ليزر سوف تختفي مشكلة الشعر الزائد. إنه سهل جداً ونتائجه مدهشة حقاً. لكن رغم هذه التقنية العالية، ريو سالون ليزر آمن جداً. من دون الرقم السري الرباعي والمفتاح من المستحيل تشغيله، لكن استعماله بسيط جدا ولا أسهل. صوبوا فقط على الشعرة، وبعد 4 ثوان يتحول النور الأبيض برتقاليا، ويرسل الجهاز موجة صوتية فيها طاقة كافية لتدمير بصلة الشعر، وخلال 4 أو 6 جلسات يصبح تخفيف الشعر دائما تحت الإبطين وعلى الساقين وعلى كل الجسم. كل مشاكلكم اختفت. تحصلون على هذا بسعر لا يصدق. العلاج بريو سالون ليزر يكلفكم جزءا من زيارة واحدة لصالون متخصص، ويعطيكم ريو سالون ليزر رفاهية العلاج في منزلكم وبسعر مذهل. عالجوا مشاكل الشعر الآن، لا تنتظروا أكثر لتحصلوا على بشرة ناعمة ملساء لطالما حلمتم بها. أليست هذه الآلة مدهشة؟ حسبتم أن إزالة الشعر بالليزر تقتصر على النخبة القادرة على دفع تكاليف جلسات الصالونات المحترفة؟ من الآن الفرصة متاحة لكم أيضاً للاستفادة من هذه التقنية في عقر داركم. ريو سالون ليزر سهل الاستعمال، يمنحكم المظهر الذي حلمتم به دائماً وفي حميمية تامة. سهل الخزن في علبة عملية ولا يتطلب مكاناً واسعاً. وإن كان الأولاد في الجوار فلا تخافوا، إنه مخصص لاستعمالكم الشخصي فقط. بواسطة الشمع ينمو الشعر مجدداً 100%، وبواسطة الحلاقة ينمو الشعر 100% مجدداً أيضاً. فقط مع مزيل الشعر سالون ليزر تحصلون على النتيجة المطلوبة. إنه سهل الاستعمال، ولن أحلق ساقي بعد الآن. لقد قمت بتجربته على ظهري واختفى الشعر تماماً، والآن أصبحت رجلاً جديداً.
أحب فكرة إتمام العملية في المنزل، لا تكلفني شيئاً وهي غير مؤلمة، وهذه مفاجأة لم أكن أتوقعها. مع ريو صالون ليزر لا داعي لتضييع الوقت بزيارة الصالونات ولا داعي للإحراج، ستستخدمون الليزر في منازلكم. إن صالون ليزر يدخل أحدث وأسلم تقنيات الليزر المستعملة إلى منازلكم وبسهولة. نجد كل يوم تقنيات تتطور وتقفز قفزات واسعة. لسوء الحظ كل هذا له ثمن، والنتيجة أن نسبة ضئيلة جداً من الناس تستطيع الاستمتاع بهذا التطور. لكن مع صالون ليزر لم يعد الأمر مشكلة. إن تقنية الفوتوثيرموليسز رائعة للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه. تصوروا فقط أنه في حين يصرف البعض مبالغ خيالية في صالونات التجميل لإزالة الشعر بالليزر، تحصلون عليه وذلك بكلفة ضئيلة جداً. يمكن إيصال صالون ليزر حتى باب منزلكم متى أردتم. تقنية الليزر الحقيقية على الموجة نفسها المستخدمة في الصالونات المحترفة. صارت التقنية الآن متوفرة للجميع. إن كنتم تعالجون شعراً طويلاً، قصوه قليلاً على مستوى الجلد أو احلقوه قبل يوم أو يومين من المعالجة. لكن حذروا من استعمال الكريمات أو الشمع أو الملقط وغيرها من آلات نزع الشعر. ريو صالون ليزر سهل جداً في الاستعمال. بعد ضبط قوة الآلة بما يتناسب مع نوع بشرتكم، ركزوا الرأس على الشعر واضغطوا الزر، وحين يتحول النور الأبيض برتقالياً عالجوا الشعرة التالية، وستفاجؤون في الحال من النتيجة. بشرة حريرية ناعمة، كل شيء صار ممكناً الآن مع ريو صالون ليزر لإزالة الشعر. صارت بشرتي نضرة تماماً. تعرفون، طوال سنة وأنا أعذب نفسي بآلات الحلاقة والشمع، وهذا مؤلم حقاً. والآن صار عندي صالون ليزر، لا أشعر بشيء، اختفى كل الشعر، إنه رائع. عندي ولدان صغيران في المنزل، فالسلامة أمر ضروري جداً. لكن مع هذا الجهاز السلامة مؤمنة، هناك رقم سري ومفتاح أبقيه معي بعيداً عنه. كان عندي بعض الشعر النامي تحت ذقني هنا، كان الأمر محرجاً للغاية. حين أفكر في أن الناس يرونه، كنت أخذ آلة الحلاقة وأحلقه، والآن اشتريت صالون ليزر واختفت مشكلتي كلياً. لقد زال الشعر المزعج كلياً، هذا مدهش بالفعل. ألقوا نظرة على هذه الصور قبل وبعد العلاج، سيختفي الشعر فوق الشفاه، وبفضل صالون ليزر سوف يختفي الشعر عن اليدين. ستعالجون كل شعرة غير مرغوب فيها في الصدر، في الساقين، وأيضاً في الركبتين، والكتفين، والعنق. مع صالون ليزر سوف تختفي مشكلة الشعر الزائد. سيداتي سادتي، تعرفون تماماً كما أعرف بأن التقنيات التقليدية للتعامل مع نمو الشعر غير المرغوب فيه تحدث مشاكل متعددة. خذوا آلة الحلاقة مثلاً، كم مرة جرحنا أنفسنا بها؟ هناك أيضاً الآلات الكهربائية، معاناة كبيرة للحصول على نتيجة مرضية. إن مقولة الألم واجب كي نحصل على الجمال صارت من الماضي. كما أن الكريمات والشمع يلوثان المكان وتفلت الأمور عن السيطرة، ويصبح الحمام مكاناً للعمل. لا، بكل جدية، انسوا أمر التقنيات القديمة. فاليوم صار الحصول على بشرة ناعمة جميلة مع صالون ليزر لعبة أطفال، وكل هذا من دون جروح وتحويل الحمام إلى غرفة تمريض. هل سأستطيع فعلاً استعمال هذا في المنزل؟ بالتأكيد، فهو سهل الاستعمال، ومعه إرشادات سهلة وDVD يشرح الخطوط خطوة خطوة حتى يسهل استعماله. هل هو علاج سريع؟ نعم، علاج سريع، خلال 4 ثوان تزول الشعرة، وبذلك تستطيعين أن تعالجي مساحة كبيرة. وبماذا نشعر؟ في الحقيقة معظم الناس لا يشعرون بشيء، لكن قد يحدث هذا وخزاً خفيفاً جداً. كنت مستاءة جداً من الشعر على ساقي، والآن ما عدت قلقة، فقد اختفى. في البداية كنت أشكك بجهاز الليزر، لكن اكتشفت بأنه جيد لأنه لا يسبب احمراراً في الجلد، وتدوم نتائجه وقت طويل، استعماله في غاية السهولة. أشعر بارتياح أكبر الآن لأن الشعر زال عن ظهري. ريو صالون ليزر يجعل إزالة الشعر بالليزر بمتناول الجميع. هذه الآلة سهلة الاستعمال، صارت متوافرة لكم بثمن لا يصدق. هذا هو الحل الوحيد لإزالة الشعر. إزالة الشعر بالليزر تكون عادة متوفرة فقط في الصالونات المكلفة، وها هي الآن بين أيديكم. احصلوا على البشرة الناعمة التي تريدونها، لماذا الانتظار؟ الآن بشرتي نضرة في كل الأوقات.
لقد غير ريو سالون ليزر حياة آلاف الأشخاص حتى الآن. إن إزالة الشعر كانت سابقاً متوفرة فقط كعلاج مكلف في الصالونات، لكن هذا الجهاز الرائع يعطيكم نتائج الليزر في المنزل وبسعر زهيد جداً. اليوم ستحصلون على هذا العلاج الحصري في منزلكم، وسترون النتائج سوف تذهلكم. هذه هي ثورة حقيقية. إن ريو سالون ليزر جهاز عالي التقنية يجعل العلاج بالليزر متوافراً في المنزل للمرة الأولى. التجارب السريرية أثبتت فعالية ريو سالون ليزر، وجعل معالجة الشعر بالليزر متوفرة للأفراد في منازلهم مقابل سعر لا يضاهى. اكتشفوا النتائج المذهلة لمزيل الشعر بالليزر. ريو سالون ليزر يغير حياتكم. رميت بكل الكريمات وآلات الحلاقة. ريو سالون ليزر يؤمن النتائج التي يدعيها. لقد تم اختباره من قبل يوروديرم، وهو مختبر متطور في إنجلترا متخصص بدراسة علاجات البشرة. بعد اختبار المنتج أثبتوا أن ريو سالون ليزر يؤمن تناقصاً دائماً بالشعر. كانت النتائج سهلة الرؤية، فقد اختفى الشعر في المناطق المعالجة. سالون ليزر مذهل، لم يعد عندي شعر أبداً. لا تقنية أكثر تطوراً من مزيل الشعر ريو سالون ليزر. لم تعد إزالة الشعر بالليزر مقتصرة على الصالونات. لماذا تدفعون ثروات مقابل خدمات الصالونات حين تستطيعون الحصول على هذه التقنية في منازلكم؟ اختاروا ريو سالون ليزر اليوم. ريو سالون ليزر هو منتج آمن. وللذين يرغبون دائماً في المزيد، اكتشفوا سكانينج سالون ليزر، وهو شبيه بجهاز ريو سالون ليزر لكنه يعالج مجموعة من الشعر كل مرة. الليزر يتفحص منطقة واسعة ويعالج الكثير من الشعيرات مرة واحدة. سكانينج سالون ليزر هو بمثابة قطعة فريدة في المنزل وبثمن يرتفع قليلاً فقط. تقنية سالون ليزر العالية صارت بمتناولكم وفي غرفة نومكم، فلماذا تحرمون أنفسكم من هذه الفرصة؟ سالون ليزر المزود بكل مواصفات السلامة سيساعدكم في توفير الوقت الثمين. وداعاً للحلاقة ونتف الشعر المؤلم كل بضعة أيام، كل أجزاء جسمكم يمكن معالجتها. الساقان، الذراعان، خط البيكيني، الوجه، الإبطان، من الآن وصاعداً سيكون كل جسمكم أملس. بفضل تقنية فوتوثيرموليسز يصوب شعاع الليزر على بصلة الشعر بدقة الإبرة، وبعد بضع جلسات ستسعدون باكتشاف بشرة جديدة أنعم وخالية من الشعر غير المرغوب فيه. من المهم أن نفهم دورة نمو الشعر، فالشعر البشري يحتوي على الميلانين وله دورة حياة مقسمة إلى ثلاث مراحل. إن المعالجة بالليزر تكون أكثر فعالية خلال مرحلة نمو الشعر. من أجل إصابة مرحلة نمو كل الشعر نحتاج إلى عدد من المعالجات، من هنا الكلفة الباهظة للمعالجة في صالونات التجميل. إن طول موجة الليزر مهم جداً لمعالجة الشعر. سالون ليزر يستخدم الموجة نفسها كما في مراكز التجميل عبر نظام يعرف ب فوتو ثيرموليسز. يعمل الميلانين في الشعرة كما الإسفنجة ويمتص وحده طاقة الليزر من هذه الموجة، كما يسبب تسخيناً سريعاً يدمر خلايا البصل المسؤولة عن نمو الشعرة، وتختفي بصلة الشعر تماماً بعد العلاج. لقد تمت الموافقة على ريو سالون ليزر لسلامته المرتفعة للاستعمال في المنازل. إن مواصفات الجهاز وأدائه خضعت لتجارب عدة مختلفة للتأكيد على سلامة المنتج. وأكثر من هذا، فإن ريو سالون ليزر مصنوع وفقاً لأعلى المواصفات العالمية والمراعية للبيئة. مع ريو سالون ليزر تحصلون على أفضل النتائج. ألقوا نظرة على هذه الصور قبل وبعد العلاج. سيختفي الشعر فوق الشفاه، وبفضل سالون ليزر سوف يختفي الشعر عن اليدين. ستعالجون كل شعرة غير مرغوب فيها في الصدر، في الساقين، وأيضا في الركبتين والكتفين والعنق. مع سالون ليزر سوف تختفي مشكلة الشعر الزائد. إن استخدام ريو سالون ليزر بالغ السهولة ويعطيكم فوائد معالجة صالونات التجميل. بعد أن تفتحوا بالمفتاح والأرقام الأربعة، اختاروا القوة المناسبة لبشرتكم ونوع شعركم. بعد ذلك تصوبون رأس عصا الليزر على الشعر، وبعد 4 ثوان يظهر النور البرتقالي فتنتقلون إلى الشعرة التالية. تخرج العصا شعاع ليزر تمتصه بصلة الشعر فوراً.
وكما في مراكز التجميل بعد 4 إلى 6 جلسات تستطيعون القضاء على الشعر في مرحلة نموه، لكن النتائج دائمة في إزالة الشعر. قارنوا الأكلاف التي قد تدفعونها في صالون أو عند طبيب الجلد، تجدوا أنكم توفرون ثروة. ريو سالون ليزر يزيل الشعر بسعر لا يضاهى. كان زوجي مشككا بالمنتج، لكن بعد أن شاهد النتائج راغب فيه هو أيضا، وقد استعمله فعلا على كتفيه وعنقه وكانت نتائجه ناجحة كنتائجي. وأخيرا سنستخدم هذا الجهاز كلانا. بفضل ريو سالون ليزر اختفت مشكلة الشعر المحرجة بواسطة أجهزة أخرى. كنت أصاب باحمرار في الجلد وشعر ينمو داخليا، مع هذا الجهاز الاستعمال سهل، النتيجة دائمة وبشرة نضيرة. بفضل ريو سالون ليزر اختفت مشكلة الشعر المحرجة كليا. إن سالون ليزر سيبدل حقا أسلوب حياتكم. من قبل للتخلص من الشعر البشع غير المرغوب فيه كان هناك الحلاقة أو الكريمات، كلاهما مزعج ونتائجهما غير كاملة، وهناك النتف والشمع اللذان يجب تكرارهما دائماً. تخيلوا في 6 جلسات فقط ستصبح بشرتكم أنعم وأجمل. لقد ولى عذاب الحلاقة والشمع، وبعد بضعة شهور تنتهي المشكلة. تقنية الليزر التي كلفت الناس ثروات في مراكز متخصصة صارت بين أيديكم. ريو هو أول من جعل جهاز الليزر المزيل للشعر متوفراً في المنزل. إليكم الآن ريو سالون ليزر، وهو نتيجة سنوات طويلة من الأبحاث. تبحثون عن الجسم الناعم الأملس الرائع؟ ولا داعي للإحراج، ستستخدمون تقنية الليزر في منازلكم. هل بإمكاني معالجة الشعر في وجهي؟ نعم، إنه مناسب تماماً لمعالجة شعر الذقن وأعلى الشفة والخدين والعنق، لكن من أجل السلامة تفادوا استعماله على الشعر المحاذي للعينين. هل بإمكاني استعماله وأنا أشاهد التلفاز؟ نعم، بكل تأكيد يمكن استعماله وأنت تشاهدين التلفاز. ما الفارق بينه وبين العلاج في المركز؟ ريو سالون ليزر خضع لاختبارات وتم التأكد سريرياً من قدرته على خفض الشعر، لذلك فإن نتائجه قد برهنت بأنه جيد، وأنتم تعالجون أنفسكم بأنفسكم في المنزل، فتوفرون الوقت والمصاريف وزيارة مراكز التجميل. حسبت أن معالجة الشعر بالليزر في المراكز والمنتجعات شيء يفعله الأثرياء فقط، لكنه في الواقع منتج متوافر للجميع، هو غير مكلف وتستعملونه في المنزل. بعض الناس يقولون إن الشعر الزائد جذاب، لكن صدقوني الشعر الكثيف ليس جذاباً. الآن صارت زوجتي تجد بشرتي لا تقاوم. بالنسبة إلى راقصة، أمر رائع أن لا أقلق بشأن شعر الجسم، أنصح الجميع باستخدامه. سيداتي وأنتم أيضاً سادتي، لن تصدقوا النتائج التي تحصلون عليها مع سالون ليزر. هل اقتنعتم؟ أعدكم بأنكم حين تجربونه ستبدو كل الوسائل الأخرى بربرية وغير فعالة. وحده سالون ليزر يؤمن لكم هذا الجهاز المتطور الآن، وما أسعدنا بساقين ناعمتين على الدوام وإبطين لا داعي لحلاقتهما، هذا إن لم نذكر ألبسة السباحة التي بالإمكان ارتداؤها. هذه العلبة الصغيرة تحتوي على سر ثمين سيكون ملككم إلى الأبد. ريو سالون ليزر يجعل إزالة الشعر بالليزر بمتناول الجميع. هذه الآلة سهلة الاستعمال صارت متوافرة لكم بثمن لا يصدق. هذا هو الحل الوحيد لإزالة الشعر. إزالة الشعر بالليزر تكون عادة متوافرة فقط في الصالونات المكلفة، وها هي الآن بين أيديكم. احصلوا على البشرة الناعمة التي تريدونها، لماذا الانتظار؟ الآن بشرتي نضرة في كل الأوقات. لقد غير ريو سالون ليزر حياة آلاف الأشخاص حتى الآن. إن إزالة الشعر كانت سابقاً متوفرة فقط كعلاج مكلف في الصالونات، لكن هذا الجهاز الرائع يعطيكم نتائج الليزر في المنزل وبسعر زهيد جداً. اليوم ستحصلون على هذا العلاج الحصري في منزلكم، وسترون النتائج سوف تذهلكم. هذه هي ثورة حقيقية. إن ريو سالون ليزر جهاز عالي التقنية يجعل العلاج بالليزر متوافراً في المنزل للمرة الأولى. التجارب السريرية أثبتت فعالية ريو سالون ليزر، وجعل معالجة الشعر بالليزر متوفرة للأفراد في منازلهم مقابل سعر لا يضاهى. اكتشفوا النتائج المذهلة لمزيل الشعر بالليزر. ريو سالون ليزر يغير حياتكم. رميت بكل الكريمات وآلات الحلاقة. ريو سالون ليزر يؤمن النتائج التي يدعيها. لقد تم اختباره من قبل يوروديرم، وهو مختبر متطور في إنجلترا متخصص بدراسة علاجات البشرة.
بعد اختبار المنتج أثبت أن ريو سالون ليزر يؤمن تناقصاً دائماً بالشعر. كانت النتائج سهلة الرؤية، فقد اختفى الشعر في المناطق المعالجة. سالون ليزر مذهل، لم يعد عندي شعر أبداً. لا تقنية أكثر تطوراً من مزيل الشعر ريو سالون ليزر. لم تعد إزالة الشعر بالليزر مقتصرة على الصالونات. لماذا تدفعون ثروات مقابل خدمات الصالونات حين تستطيعون الحصول على هذه التقنية في منازلكم؟ اختاروا ريو سالون ليزر اليوم. ريو سالون ليزر هو منتج آمن. وللذين يرغبون دائماً في المزيد، اكتشفوا سكانينج سالون ليزر، وهو شبيه بجهاز ريو سالون ليزر لكنه يعالج مجموعة من الشعر كل مرة. الليزر يتفحص منطقة واسعة ويعالج الكثير من الشعيرات مرة واحدة. سكانينج سالون ليزر هو بمثابة قطعة فريدة في المنزل، وبثمن يرتفع قليلاً فقط تحصلون على نتائج أسرع بكثير.